مجهودنا يجب أن يكون في التجويد، والتجويد ما هو زي ما قلنا حاجة نظرية بس، مش كثرة قيام وكثرة صلاة. مراجعة للقيام والصلاة في المعاملة، خلق جديد. وأصل الدين كله في الحقيقة ينقل الإنسان من الغابة للمدينة، من الوحش للإنسان. فالإنسان اللي بيأذي الناس صلى وصام وحج وعمل ما عمل، ده كله هباء منصور، إلا إذا انضبط بأخلاق الإنسان الرفيع اللي دائما بيخلف عهد الغابة ليدخل في المدينة، يخرج من الوحش ليكون إنسان. ودي قلنا في تعلموا كيف تتعاملون، وكتابنا ده ماسل لأن يخرج إن شاء الله قريب، هو أن الناس ينقلوا سجادة الصلاة للشارع، سجادة الصلاة للمعاملة. الله غني عن العبادة، لكن الناس محتاجين لأن تنفع عبادتك في معاملتهم. ولا بد إذن من أن الناس يراجعوا أنفسهم باستمرار. ونحن بنعيش في مجتمع، المجتمع ده بيدينا فرصة كبيرة جدا في أن نقيس أنفسنا، هل نحن بنكف أذانا ولا بنأذي الناس. ودي أول المرحلة، يجب أن نكف أذانا عن الناس. بعد أن تتسف الليلة دي تجي تقريبا نتيجة تلقائية لتجويد كف أذانا عن الناس، أن نحتمل أذى الناس. فإذا جودنا دي يجي شيء طبيعي وكالتلقائي كثمرة للعملين ديل، كف الأذى عن الناس واحتمال أذى الناس، أن نوصل الخير للناس اللي بيؤذونا. فإذا كانت الصلاة ما بتعمل لنا العمل ده ما هي صلاة.